محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. هاد يا أخواتي، بعد حوالي 5 سنين من الصراع والنزاع والقتال والبغال والميع والماع والحرب والسفق والنهب والقمع والضبع والنمر والأسد والرهاب والإرهاب والضباب والأمطار والحرائق وتوالي الفصول والجيوش والوحوش والأجيال والقذف والقصف والخسارات والانهيارات وكثرة العوكات وظهور العاهات والكذب والبهارات وبعبست القنوات وخيانة السياسيين وجحشنة أصحاب المناصب والممثلين، تتييس أصحاب القرار والمؤتمرين وجمصة الضباط والمسلحين واختلاف الأديان والانتماءات والأجناس والأزواق والألوان والأكلات، اتفقوا على طبخة واحدة اسمها جنيف. ولكن بيشلي بتشلي بيشلو بيشلي كلنا سوا شنيا واحد اسمه ستيفان ديمستورا بسموه مبعوث الأمم المتحدة، كان نايم بأمان الله، بيقوم بروبس بعيد عنكم ببلش يكوبس ويتقلب، بتفيقه مرته بتقوله ويك أب هاني ولا لقل عن أبو السياسة ومشاكلها، ولا رح يجن هالزلم وما كانت تنحل أزمة سوريا، بيقول له ثورة لو سمحتي ثورة، بتقول له كانت ثورة من زمان، هاد كان زمان، بيقول له بليز شغلة يو دونت اندرستاند فيها لا تحكي فيها أبدا، بتقول له بلا 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 بفز الزلمة من أربعته، بيلبس بدلته، بيعقد مؤتمر صحفي، بيقول لهم للسوريين كفى إناف خلاص، ما تعبتوا، ما هلكتوا، ما جعتوا، تعوا نعمل بريك ونطبخ جنيف 3 يا حلوين. المعارضة بتقله جنيف بالشتوية هي أكلة صيفية، ما خرج والله أبدا، ما حزرت بعدين، ما نجوعان، ما بقلهم بتجوعوا، معكم بتجوعوا، المعدة فرامة، بنط حجاب بقلهم ما منطبخ ليوقف الأسد فرم بها الشعب، بقلهم طيب ماشي، هلأ بنبعث له للأسد لحمة راس عصفور مفرومة جاهزة وبنقنعه بالفكرة. يا جماعة شامين ريحة الطبخة؟ الأسد ابن البابا ومتعود على طبخ البيت وما بيحب الأكل الجاهز، بعدين شاري فرامة روسية جديدة ومبسوط فيها. ببعت له ديمستورا مسج على الواتساب، بشوف المسج وبيطنش وبيطلع عند ديمستورا سين، بيقوم بياخد على خاطره كتير ستيفان وبيأجل مشروع الطبخة للويكند الجاية، يعني إنه قال بركي بيكون زبط الطقس المزبزب. شاف حاله فاضي بهالكم يوم، خلصت الأعياد والكريسماس وتطلع الأولاد مشاويره وشوبينج وتمشيات كلاب ومدري شو، رفع هالتليفون ودق له لبوتين وقال له إن شاء الله كل عام وأنت بخير يا أبو علي وأنت بخير يا أبو حسين، كيفك كيف صحتك كيف العيلة من صوبك، إن شاء الله أنت بخير، والله الكل بخير وبيدعي بسلامتك. خي أبو علي، خيتك ميشيل بدها تعمل عطلة نهاية الأسبوع حساء المقادم، فقلت لحالي بعرفك بتحب هالأكلة فيعني إذا بتشرفنا والله والبيج لاد قريب موت فيها لهالأكلة، دقتها مرة بالميدان قبل الأحداث ولهلق طعمتها مع القبط المي جايك ركب. بيجتمعوا أمريكا وروسيا على هالطاولة الزاخمة، أكلوا مشروبات روحية، بس هيك زهزه أبو علي بوتين وبلش يسلخ مواويل، بيستغل الفرصة أبو حسين أوباما وبيفتح معه الموضوع. خي أبو علي شمشان طبخت جنيف. يا السيرة بقى هلا كلنا يا زلمة متخومين، لك أنت شو بدك، ما بدك حصتك؟ خلاص لا تأكل هم، منهد النار بكل المطابخ إلا داعش جبهة النصر، اسمك بتحب الإرهاب والقاها مخليها مولعة if you know what I mean. يعني والله يا ابو حسين مالك قليل، انت امريكا قليل عليك، لازم تكون شايف العالم كله. بس ما حبيتها منك هاي نكته الارهاب والكباب بايخه لبقت عيدا. تاني يوم هانج اوفر، تالت يوم بحددوا مقادير التهدايا والهدنه. كبه لبنيه جاي عبالي، كبه ومناقيش، كبه لبنيه جاي عبالي، كبه ومناقيش، يا امي طبختي حلالي وبالغربه ما فيش، بالغربه ما فيش، انا اكلت كبه جاي عبالي، انا اكلت كبه جاي عبالي. هون
بيصحى ابو بيض عيون رياض نعسان اغا بعد ما بيكون نايم بالخسه وعم بحش على الهسه الهسه، وبيتذكر انه صار معارض وبيصرح انه نحن ما رح نبلش نطبخ لنتاكد انه النظام رح يهدي النار، والا بلاها الطبخ من شو بيشكي البيض. بعدين انا لا اؤمن بطبخ جماعي في شباط، الجماع بشباط للقطاط. I believe in تري سم بالعسل وتري جيب الغربه دواء وثلاث معالق زيت لصوتي حاكم مصدي وعم بزحط، بس ان جنيف 3 اي دونت بيليف. نحن في سوريا قمنا بثورة ضد الظلم وضد ظالم واحد، فإذا نحن أمام ظلام الدنيا كلها، يعني تداعت علينا الأكلة من كل قاع. المهم بهدونا وبهدوا على الطبخة وبلفوا لهم سيجارة وبيمشوا بالهدنة كم يوم. ايه بس هالحكي ما بيمشي مع وليد المعلم، حرك كرشو عليه، جاع الزلمة وما كانت تستوي الطبخة. بيقوم بقرر يولعها وبيقول لهم المطبخ يلي ليس به رئيس منا وفينا يحس فينا ويعبي لنا المعلف، بس نجوع ما منخشه ولا مندوسه. انت مجمل واحنا منك نجمل، انت مجمل واحنا منك نجمل، نهرش وانت موجود ما ترضى تتحمل. بتقوم المعارضة بتتعفف وبتقله ايه لا صحة والله شكرا، مطرح ما يسري يهري، طبخة رئيسك خربت وعفنت، بدنا نطبخ من جديد، ما بدنا اكل بايت، كلنا طباخين هون، يلا نبعبس كلياتنا بالطبخة الا ما تزبط. بنط الجعفري بيقول لهم ما اكلوا الخلائق الذي يحدثوا هنا، جايين تطبخوا وكل واحد دقنه وشعره متر؟ انا ما باكل من الطبخة غير اذا محمد علوش حلق دقنه ولبس طاقية، ما بحب يطلع لي شعر بالاكل. بيقف السالم المسلط المسلط وبيقول لهم وقفوا عندكن، انا عامل دايت وطاقة قلبي من الاكلات الثقيله، صار عندي كوليسترول وشحوم زائده، وروح قلب السلطه قلبوها سلطه وخلونا ايجابيين. واحد بيقطع بندوره من هون، واحد خس، واحد ملفوف، واحد جرجير، السلطه بتتحمل شو ما زبطت فيها بتلقى، وصحيه وخفيفه على المعده، او بنتامل بكاري. بنطلع معلم بيقول له كاري هي أكلة طنطات، هي سلطة 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 سلطة، فلفل قطع خرطة فلفل قطع خرطة، نحبها غداء وعشاء نحبها غداء وعشاء، تمنحه نشاط وذكاء تمنحه نشاط وذكاء. هون بقى بيكونوا وصلوا الأكراد ميتين من الجوع، بس ما بيلاقوا ولا أكلة بحبوها ومتعودين عليها، بيقوموا بيكبوا كل هاي الطبخة وبيطبخوا منسف فدرالي لا مركزي مسأسأ بالتقدمية وعلى وشه كراديش ديمقراطية وموزات لحمة قومية مذبوحة حسب العهود والمواثيق الدولية المشرعة في الوثائق الأممية. هون بقى بتضطر تتدخل منى غانم، تقيل عليها هالحكي كتير تقيل، شو عم بصير هون؟ طبخة بلا نسوان؟ طبخة بلا نسوان ما بتمشي، الطبخ للنسوان مو للرجال، يلعما ستات البيوت ما عاد إلون مطرح، هزولات هزولات هزولات، وبيشتغل الردح بقى. سوسن رسلان ما بيهون عليها هالحكي، بتقلها تعي لهون حبيبتي ارجعي لتاريخك، من يوم يومك جوعانة وعينك فاضية ما بيعبيها غير التراب، انتي وابوكي والله لولا السرقة والنهب كنتوا عايشين هلأ على البرغل والمعونات، الحمد لله الحمد لله بعمري ما احتجت اكل من اكلكن الحرام. بتقلها منيه الواه الواه لك كنت تبوسي طيزي لتيجي تاكلي عنا يا مأملة يا فجعانة يا جربانة، بس انتي اكالة نكارة حوينت اطرميزات المكدوس وسكب الحفاتي فيكي، ما فشرتي لك سرقتي الهيئة انتي وجوزك، غير ليرات الذهب ما كنت ترضي رشوة، الله لا يشبعك الهي لك، لك ان شاء الله بتغص بقر الموز ومنخلص من قشك يا جرادة. شو بحب اكل الموز، موز وموزي وموزين بدي اتنين قطف قطفي قطفين يا حلال العين. وبتضرب
بتضرب الحمية بجماعة منى، بكسروا هالطاولة، ببلشوا جماعة سوسن رمي كراسي وتكسير صحون وضرب طناجر وسفق معالق، وبتفوت معلقة رياض حجاب بعين بشار الجعفري، وبتشك شوكة علوش بطيز المعلم، ومنى بتكسر له نظارته لرياض نعسان آغا، وديانا جبور عم بتولول، ولأي حسين عم بصرخ أنا ما بدي هاي الطبخة، ما بدي إياها، أنا ما بحبها، وبتحترق الطبخة بلتعن أخت أختها، وبتطلع ريحة ألباس الشوفينية، وببين نفس التعصب الدعدوشي، وبيعلق سوء تفاهم جماعي. ابو قاسم ما عليه حق. شلون اي هن اللي عم يتحركوا فيه؟ قال الحق على ابو قاسم. شو هاد؟ بدون نهايه سعيده الى الان. السلام عليكم. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مره شنيا شنيا شنيا.